صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك الطايره في مصر. انا باخد من هتافات اللاعبين في الملعب الف مليون مبروك. في البدايه بشكر طبعا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. النادي الاهلي يحلق عليا 3-0، النادي الاهلي ينتزع قمه الدوري العام للكره الطائره. الحقيقه اللي غابت عنه اسابيع ولكن رجعها بايده بيدي لا بيدي عمرو. كابتن ممدوح الف مبروك. مبروك كابتن هيثم ومبروك لجماهير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب وجوده في الملعب اشعل حماس اللاعبين، سعاده غامره لينا كلنا وللاعبين. فعلا لعيبه رجاله عملوا كل ما في وسعهم، يمكن نفذوا كل الحاجات اللي احنا قلناها في البدايه. لا ده احنا لسه هنتكلم بس على كابتن احمد زكريا. مبروك كابتن، مبروك فعلا، مبروك 3 نقاط اللي احنا كنا محتاجينهم. احنا كده كده النادي الاهلي يعني ده يعني شخصيته في الماتشات المهمه قوي والحاسمه هو الاهلي بيظهر بقى. النهارده تفوق غير طبيعي في الـ في الـ في الست لاعبين او السبع لاعبين اللي لعبوا او 8 2 ليبرو برضو. الناس اللي نزلت كان حسام يوسف واحمد قطب كنا خسرانين ونزلوا عدلوا، كان 16 14 الزمالك في الشوط الثالث، نزلوا الاثنين دولت اللي خرجوا كان 17 17، فكانت تغييره موفقه جدا، هو دي اللي عدد الكفة النادي الاهلي يعني ان شاء الله. الحمد لله كابتن ممدوح، الكل نجوم، الجهاز الفني، اللاعبين، كل من هو في الملعب النهارده كان نجم. دي حقيقه، يمكن باين في التايم اوت تامر تايجر ماسك اللابتوب، احمد سعيد المحلل التقني بيطلع واخد بالك معلومات، وكل واحد ماسك لعيب بيديله المعلومات قدروا يحققوا وينفذوا كل المعطيات اللي خدوها. محمد مسالحي انجاز كبير، استفاد من امكانيات جميع اللاعبين، حتى ما احمد صلاح خرج عن شعوره في الكوره طبعا كان الحكم مش موفق فيها واداها لنادي الزمالك، قدر يطلعه ويريحه واخبل حياتك وهداه ورجع نزل تاني انهى الشوط. كله ممتاز، عملوا كل حاجه النهارده امانه. يعني النهارده حضور الكابتن محمود الخطيب بالمباراه دي حقيقة. بالرغم من ان نادي الاهلي متاخر في الترتيب في الدوري يعني خلي بال حضرتك قبل المباراه نادي الزمالك هو اول الدوري، وحضور كابتن محمود الخطيب لمؤازره الفريق وده بيتهيألي اكبر دافع معنوي، وهو كان عنده ثقه كبيره جدا في اللاعبين وفي الجهاز الفني ان احنا ننتزع الصداره، وقد حصل. هو عودنا على كده في وقت الزنقه لعيبه الكوره، خبر حضرتك لما كنا متاخرين في المجموعه وقف مع فريق الكوره وخبر حضرتك كسبنا فيتا كلوب هناك 3-0 في نهائي افريقيا السنه اللي فاتت، وخبر حضرتك موجود مع اللعيبه بيرفع من معنويات. النهارده اللعيبه ما شافته في الملعب كان لهم حاله عارف حماس، عايزين ينزلوا يكسروا الدنيا فعلا. وخلينا شفنا كابتن محمود الخطيب فعلا في مباراه نهائي كاس مصر لكره اليد سيدات من يومين. يعني ما بيش ماتشات الباسكت حتى الماتشات اللي في الملعب بيروح يتفرج عليها، عندنا تمرين بيبقى التمرين في الملعب الباسكت بيبقى موجود في ماتشات الباسكت حتى الماتشات مش الحاسمه يعني لا بيبقى موجود يعني، فما شاء الله يعني النهارده الحقيقه كان تابلو اكتمل، وكانت يعني انا النهارده يوم من اسعد ايامنا الحقيقه في برنامج الابطال وصيد الابطال، لانه انتزاع مباراه بهذا الاداء. خلي بالك كابتن احمد الاداء ده هايل يعني، اداء ممكن نكسب مباراة ماشية ايزي جيم، يمكن هي اخر شوط بس هو اللي كان فيه بعض المنافسة او منافسة لاخر نقطة، ولكن الشوطين الاولانيين ولا اسهل. يعني هو طبعا كان الفضل طبعا الكابتن عبد الله معد يعني هو عمل كل حاجة في الكرة الطايرة يعني. صحيح. عندنا الارسال زي ما توقعنا كده، كان الارسال بتاعنا قوي جدا. انا طبعا حللت المباراة، هم عملوا كوارث نادي الزمالك يعني. قول لنا يا كابتن كده، قول لنا يعني يمكن الشوط الاولاني لا هتكلم برضو ان احنا زي ما قلنا في ماتش طلاع الجيش ان الفرق العالميه ما بتعملش اخطاء. طب كابتن معلش هستاذن حضرتك، انا باسف لمقاطعه حضرتك، بس خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكبير والنجم والاسطوره احمد صلاح. اتفضل يا كريم. بجد تحية ليك يا كابتن هيثم، برحب بيك طبعا في البدايه وبكل جمهور النادي الاهلي. هم دول لعيبه النادي الاهلي مهما كانت الضغوطات ومهما كانت الامور، لكن شخصيه النادي الاهلي بتحضر. انا معايا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد صلاح، ببارك لك كابتن احمد. دموع غاليه جدا كابتن محمد مسلح الحقيقه، يعني ضغوطات كبيره جدا في الاول عايز اتكلم عليها، لكن هم دول لعيبه النادي الاهلي في المواقف الصعبه بنبان روح الفانيله الحمراء بانت. حابب تقول الميدو الاول قبل الفريق وقبل النادي الاهلي. اقول له انت تستاهل كل خير، تعب كتير الفتره اللي فاتت وكان علينا ضغوطات كتير،
من كلام كتير من ناس كتير ان الفرقه كل سنه نفس الكلام، الفرقه عجزت، الفرقه كبرت، ما فيش تجديد، ما فيش مش عارف ايه، كلام فاضي كله. لكن الحمد لله احنا الحمد لله الفرقه رجاله وعارفه كل الكلام ده كله كلام ملوش لازمه، احنا بنرد في الملعب الحمد لله رب العالمين. بعد ماتش خساره بتروجيت الناس كلها هجمتنا، ولكن بصراحه ربنا مجلس الاداره والجمهور النادي الاهلي ساندنا بشكل كبير جدا جدا جدا، والحمد لله هي دي العوده. والحمد لله رب العالمين كرمنا النهارده بماتش 3-0 وصدرنا الدوري تاني كالعاده، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. بس جامد، احسن لعيب افريقيا في مصر والله. تقول له يا عبد الله على الروح الكبيره دي الاول، لان انا معايا قامتين كبار جدا الناس بتتكلم عبد الله واحمد، لكن انتوا بتثبتوا فعلا النادي الاهلي بمن حضر في اي وقت وفي اي توقيت. طبعا احمد ده قبل ما يبقى جوه الملعب 20 سنه، لعيب كبير قوي والله، يعني احسن لعيب في افريقيا بسم الله ما شاء الله عليه، موهبه واحترام واخلاق، ربنا يبارك له ويخليه لاسرته الكريمه ويحفظه دايما ويدوم المحبه والصداقه بيننا. خلص الماتش خلاص، مش هنفرح، عندنا تركيز بقى في مباراه الترسانه اللي جايه بالنسبه لك. طبعا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا النهارده كابتن تامر تايجر. بس ايه العجوزه اهو، اللقب ده بقى جامد اهو، احنا هنسيب احمد صلاح والله بالعجوز. بس المنظر ده بقى كلام جامد قوي يا كابتن. الحمد لله فرقتنا كلها عواجيز وبنحمد ربنا، واحنا كلنا برضو كبار معاهم عواجيز، والعجوز الكبير بتاعنا اهوت، والحمد لله ربنا يكرمنا. الف مبروك للنادي الاهلي فوز النهارده، واللعيبه دي اول حاجه هم اللي شرفونا. قول لي يا احمد، احنا لسه بنتكلم على الماتش اللي جاي، خلاص فرحنا دقيقه دقيقتين، الماتش اللي جاي شايفه ازاي؟ لا الحمد لله خلاص احنا النهارده كسبنا، والموضوع خلاص لحد النهارده، بكره اجازه. حبيبي سلم لي عليه، قول له جاي لك مخصوص، انا متفق معاك اجي لك ان شاء الله. لكن باذن الله خلاص احنا النهارده خلصنا، بكره اجازه، هنفرح براحتنا، اول تمرين يوم الاربعاء ان شاء الله الصفحه. انا احمد سامعك يا كابتن هيثم. حبيبي ابو الكباتن، حبيبي الف مبروك. الف ربنا يخليك يا كابتن، انا بسمعك كويس، بس يعني ايه، كل ما هو صلاح فهو عظيم. يا كابتن اكرمك ابو حميد، بقول لك يا كابتن هيثم انا مستمر معاك طبعا، يمكن اللي هو خالد ابو زينه كمان، يعني يمكن كل لعيب على مجهودهم الكبير. فعلا احنا مرينا بازمه بعد ماتش بتروجيت، كانت قصف استطعت تحافظ على صفي ويبقى احنا فرق نقطتين. طبعا جهاز ما شاء الله عليه بقى، يمكن يعني الصوت بيقطع شويه يا جماعه. هنحاول تاني نجيب طبعا اللحظات دي. يعني خليني اقول لكم ان احمد صلاح لعيب كبير ونجم، وزي ما قلت لحضراتكم كل ما هو صلاح فهو عظيم، محمد صلاح في كره القدم، وعندنا احمد صلاح الاسطوره في الكره الطائره، وكل ما هو سعيد احمد سعيد بتبقى ذو قبضه حديد في الملعب. يا كابتن ولا ايه يا كابتن احمد؟ طبعا احمد صلاح يعني من اشهر لعيبه في العالم، يعني انا كنت مثلا كنا بنروح بطوله العالم والحاجات دي كده، وسائل الاعلام يعني اول ما ينزل طياره لاحمد صلاح، لو دخل اي حته يعني فعلا هو ليه اهتمام عالمي يعني غير طبيعي، يعني صحيح. خاصه في نروح اليابان، نروح بطولات عالم والكاس العالم والحاجات دي، هو ليه تقدير صحيح. يعني غير طبيعي، فطبعا صحيح. ربنا يحفظه يعني هو نقل يعني هو عبد الله من 2002 و2003 هو الكره الطايره اتنقلت بوجود اللاعبين دولت، يعني احنا وصلنا العالميه فعلا بوجود الاثنين لاعبين دولت، ودول ده فخر. انا عايز اقول لحضرتك يعني هم عواجيز وعاجبنا. لا مش لا لا يعني هو بالاداء يعني طبعا مش بالسن يعني طبعا يا كابتن يعني خلي اللي يتكلم يتكلم. لا لا ما خلي اللي يتكلم يتكلم، احنا بنرد في الملعب ما حدش يقدر يتكلم، ما حدش يقدر يتكلم عليهم يعني. لا للاسف يا كابتن، لا جمهور النادي الاهلي طبعا فاهم الكلام ده، ولكن انت عارف طبعا يعني بيبقى في اصوات بتتعالى في اوقات معينه، اصوات مش يعني اصوات طبعا يعني طبعا من خارج النادي، ولكن اللعيب زي ده هو رد في الملعب، هو بيقول لك انا عجوز يا جماعه، وده خدت بالك وكابتن تامر دخل قال لكم العواجيز هم. هو 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 استفزاز اللعيبه عشان يطلعوا كل اللي عندهم، خلاص الجماهير عرفت ملكتهم، فلازم يستفزوهم عشان يطلعوا احسن اللي عندهم. ما هو مش جمهور الاهلي اللي بيستفزوهم، ايا كان المشكلين اللي استفزوهم كده عشان يطلعوا احسن اللي عندهم. هم مش محتاجين، دول لعيبه كبار مش محتاجين يستفزوا باي شكل من الاشكال، ده هم ادائهم ثابت، مباراه امتعتنا جدا جدا جدا، اداء رائع. عبد الله عبد السلام سيرفات وصلاح سعيد عادل، مش عايز انسى حد، رومون 13 محترف كان هايل، كرازيمير، وعندك ريموند، الاثنين كانوا
كان هايلين جامدين جدا. معلش يا كابتن انا كنت قطعتك في الحته الفنيه، حضرتك قول لنا ايه اللي حصل. يعني احنا قلنا الفريق ما يقدرش يعمل، او الفريق العالميه ما بتقدرش تعمل يعني اكثر من 5 أخطاء في الشوط. يعني لو عملت اكثر من كده تخسر، تخسر. فالزمالك يمكن الشوط الاولاني عمل 11 خطا، يعني كلها معظمها كان يعني ضرب في الاوت او في ضرب في الاوت او في الشبكه والارسال. يعني عملوا 4 إرسالات في الشوط الاولاني، 4 إرسالات خطا، والاتاك 5 كور وجابوا شبكه كورتتين، ودي كتير جدا ان هو اللعيب بيعمل خطا مباشر يعني بالنسبه له. لكن ممكن كتير. ممكن البلوك ادرى في الصد ده ما يعتبرش خطا مباشر، او ديفنس او حاجه زي كده، انما خطا مباشر في الشبكه ان هو ان هو اللعيب لوحده يعني بيلعب ارسال او بيشوط مثلا جت في الاوت او جت في الديب، تعتبر او باستقبال ان هو اللعيب مش اوفر لان هو مش الشوط الثاني. الزمالك برده عمل 7 أخطاء برده، 5 يعني 5 إرسال وخطأين. الشوط الثالث رغم ان هم تفوقوا ويعني جابوا 23 نقطه لكن عملوا 13 خطأ منهم 9 إرسالات في الشبكة. يا خبر ابيض. فدي طبعا يعني هي دي قدت كوارث في رغم ان هو يعني هو يعني عمل 13 خطا لكن عمل في المقابل عمل ايه يا كابتن؟ احنا اخطأنا عملنا في الشوط الاولاني 6 أخطاء. 6 كويس، معدل كويس. الشوط الثاني عملنا 8 أخطاء والشوط الثالث عملنا 5 أخطاء. هو ده بالرغم ان الشوط الثالث كان اكثر الاشواط قرب او كلوز جيم، كلوز جيم جدا لينا، عملنا 5 أخطاء. 5 أخطاء انما هم لان هم تفوقوا في الـ يعني بس الزمالك عمل 13 في الشوط الثالث. في الشوط الثالث لكن هم عملوا مقابل، عملوا ارسالين، عملوا 2 حاطط صد، عملوا 14 نقطة بالهجوم، فهم برضو يعني جابوا نقاط يعني كتيرة هم بإذن الزمالك بإيديهم يعني. بإيدي. طب يا كابتن احنا ارسالاتنا ضغطنا على المنافس بالارسال، كنت شايف هو ده اللي حصل الأشواط كلها. نقطة تحول في المباراة ان احنا يعني جبنا 10 إرسالات في الثلاث اشواط، بس كل الارسالات برضو بتبقى يعني الارسالات الصعبه وبتبقى خارج يعني حتى خارج اللي بينجح بيستقبلها نادي الزمالك بيبقى اوت اوف بوزيشن او طبعا بيبقى خلاص بره خارج خط التلت، فما بيبقى مفيش لعب اللعب السريع، فخلاص يبقى المحفوظه للبلوك فبيقدر يعمل صد، وبنعمل وبعدين كونتر اتاك وديفنس بعد كده ونعمل كونتر اتاك، وده اللي احنا كنا نجحنا فيه في النادي الاهلي. رايك يا كابتن ممدوح يعني حته برضو الاخطاء اللي احنا قلناها على قدر المستطاع ضغطنا بالسيرف على النادي الزمالك؟ هو طبعا زي ما احنا قلنا في بدايه الاستوديو هو مفتاح المكسب النهارده هو الارسال. يمكن تالق لعيبه النادي الاهلي في الارسال النهارده وقوته وسرعته هز فرقه الزمالك، خلى يمكن المدير الفني كابتن محمد اللقاني بقى عمال يغير في اللعيبه في جميع الاشواط عشان يشوف مين واقف على رجله في الملعب. بس خليني اقول لك غير 14 لاعب، غير 14 لاعب يعني، بس انا عايز اشيل تغييره واسمع راي حضراتكم. في الشوط الثالث كابتن محمد مصالح حميد وسحب احمد صلاح وسحب عبد الله عبد السلام ونزل قد وحسام، كنا خسرانين 16 14. رايك ايه في التغييره دي كانت ليه؟ هو يعني هو ابتدى يقوي حائط الصد، ان احمد قد برده 2 متر 10 وضارب عالي جدا، حسام عنده ديفنس يمكن طلع كوره ديفنس، يعني هو ده مشهور حسام لاعب انا بقول لا يقل عن احمد عن عبد الله عبد السلام، يعني هو كان عايز يريح ويعمل ويضخ دماغ جديده. دماغ جديده يعني هذه دي ودي الفرقت. انا بقول ان عشان لو دخل على جيم رابع يبقى عنده كل لا هو كانش هو ما كانش بيعمل حساب ان هو بيريحه عشان الجيم الرابع، هو عايز يخلص 16 14 ده لسه في اول مباراه ما يقدرش يريح هنا. طب رايك كيف التكريه دي يا كابتن؟ هي النقطة الفارقة فعلا في الشوط الثالث ان هو نزل حسام وقطب، انا شايف من وجهة نظري هي كانت النقطة اللي هي فرقت في الجيم مع النادي الاهلي، ان هو حس ان احمد صلاح اما تنرفز وشد الشبكة كان غصب عنه في نقطة الحكم ما كانش موفق فيها، فهي دي النقطة يمكن حس ان احمد صلاح خرج عن شعوره فلازم يسحبه ويخرج، لازم يسحبه ويهديه، ودي خبرة المدير الفني مع لعيب كبير عشان يحافظ على هدوءه واعصابه، وفعلا ده اللي حصل. طب ده صلاح بالنسبه لعبد الله، عبد الله ما هو لازم ده بيعمل تغيير بس هو ضريب، لازم يطلع عبد الله واحمد صلاح، ما كانش ينفع يطلع فكان لازم الاثنين دول وخبر حياتك معمولين مع بعض، يعني هو الكره الطايره ان ما دام طلعت بصير لازم تنزل
تنزل دافي، وما دام طلعت دافي بتنزل تنزل بصيره. هم الاثنين ثنائي. لا اساس ان احمد صلاح كان في المنطقه الخلفيه. دي حقيقه. فنزل يعني نزل حسام يعني في الخلفي، ونزل احمد قطب في قدام عشان يقوي يقوي الناحيتين. يعني. وخليني برضو اقول لحضرتك ان يعني ده دور اللعيب بقى، يعني ممكن قطب وحسام جالهم اللحظه اللي شاركوا فيها واللي لازم يسدوا فيها. استغلوها. وهو ده من الماتش اللي فات، ان هو احمد صلاح وخبر حياتك اما ريحه الكابتن محمد مسلحي عشان يدي الدافع لقطب عشان يستفيد بيه في الماتش النهارده، عشان يعلي معنوياته ويقف على رجله لما يحتاجه يلاقيه. فعلا هو الكابتن محمد مسلحي نجح في الماتش في الجوله اللي فاتت، ان هو ادى الثقه لجميع البدلاء عشان يلاقيهم ماتش النهارده، زي ما حصل كده في الشوط الثالث. فعلا اول ما نزل احمد قطب ونزل حسام يوسف فرقوا في نقطتين، وفعلا كان ممكن يكملوا الماتش، بس فضل كابتن محمد مسلحي الخبره عشان ينهي الشوط. لكن هم لا يقلوا عن يعني طبعًا حسام واحمد قطب لا يقل. لو يقلوا يا كابتن ما كانوش خلصوا الماتش. لا هو عامه يعني كاحمد قطب لاعب مستوى عالي جدا يعني. بتهيألي يا كابتن محترف الزمالك مش يعني اولا شاركه متاخر، قعد فتره ما لعبوش زي ما احنا قلنا لان اول مباراه، فكان مش يعني مش عايز يدفع بيه بدري. ولكن انا حاسه برضو ما دخلش لسه مع الفرقه يعني، وده احساس صحيح يا كابتن؟ هو انا طبعا اتفضل كابتن احمد. لا هو يعني طبعا في التمرين غير المباراه، ونزله يمكن في نص الشوط الثاني. هو في الشوط الثالث لعب كويس محترف، بس ضيع كتير طبعا. سيرف الاخراني احساسه بالملعب بيبقى غير التمرين يعني. رايك ايه يا كابتن ممدوح؟ انا كنا قلنا في البدايه ان هو كابتن محمد كان من وجهه نظري انه كان لازم يبدا بالمحترف، ويمكن ده اتاخر عليه جدا. بس انا حاسس ان كابتن محمد اللقاني الضغط النفسي والعصبي على اللعيبه اللي هم مش هيبدا بيهم، سواء مصطفى دبشه او ضياء، لو لاعب المحترف كان شايل هم ان هو هيخسرهم مش هيلاقيهم بقيه المباراه، هيزعلوا فاضطر يبدا بيهم، وده كان على حساب الفرقه. انا عن نفسي كنت لازم ابدا بافضل تشكيله عندي، بالرغم ان انا كان رايي انا الشخصي انه يتاخر عليه يعني. لو تفتكر حضرتك انا كنت هي وجهات نظر هي يعني وجهات نظر. لو كان بدا هو اللاعب كويس ومحتاج ان هو يندمج مع الفرقه وهيفرق معاهم في الماتشات اللي جايه، انا شايف انه لعيب كويس. اللي هو فرق كتير، ارساله قوي، ارساله سريع، حط السيرف الاخير في الشبكه مش مشكله. هو 24 23 فالنقطه يعني. بس ما هو هنا الخبره طبعا. على المستوى الاعلامي بيحصل كده، المستوى الاعلامي ما فيش حاجه اسمها في النقطه الاخرانيه اروح اعدل ارساله وخلاص. هو حتى لو فرق نقط هم السيستم الاعلامي كده. بس خلي بال حضرتك يعني برضو يعني ما هو ده محترف. لا طبعا هو يعني اخطا فيها كان لازم يعني على يضمنها. صعب يبقى صعب ويعدي عشان يبقى عنده فرصه ان هو يعمل حائط صد او يعمل يعني. خلي بال حضرتك ازاي الشبكه كده. بس محترفين الاثنين سواء كرازيمير ممتازين النهارده المحترف خاصه ال13 المحترف الكندي عمل كل حاجه في يعني عمل الضرب، عمل ضرب من ستة برضه، وكانش يعني كانش بيشتغل كتير قوي في الماتشات الضرب، خاصة الضرب في المركز ستة كان يعني كان مميز جدا يعني. كان ارسال يعني ارسال النهارده محترف برضه البلغاري، كان الضرب السريع بتاعه تقريبا كله كان كلها بنسبة مثلا 95% أو 90% يعني. كابتن رايك ايه في المحترفين بتوعنا النهارده؟ ما شاء الله عملوا ماتش كويس قوي. عبد الله عبد السلام نصب السلك بيهم، وهو ده كان مفتاح المكسب، ان هو شغل السبع زي ما قلنا. كازيمير بيشوط من عالي، محمد اتفرج على الماتش، محمد عادل في نقطه فارقه جدا في الشوط الاخراني، خد بلوك ايوه ورفع كرة احنا مسكنا اعصابنا ورجع صلحها. وخبر حضرتك اما خد البلوك النقطه دي فرقت في الشوط، صخره وولع صخره محمد اهي يا جدعان. قعدوا لي بقى يا جماعه، المخرج معانا قعدونا المخرج سمعنا استاذ شوارب انت يعني ما شاء الله عامل لينك معانا كويس. الكره اللي قبل دي على طول دي حقيقة فعلا. روح الفرقة عالية جدا النهاردة. عبد الله لما شغل لعيبة الثلاثات كرازيمير ومحمد عادل في البداية، خلى كمان ايه ان اكتشف لعيب بتاع ريموند ان هو بيضرب بقى زيه زي احمد سعيد ما شاء الله، عنده الاثنين لعيبة بيضربوا من ستة، فاخبارك ده ريح الفرقة وخلى البلوكات قدامه طالعة ونازلة. فاحساس جميل. انا يمكن قلته من كذا استوديو، كنت بلومه على المديرين الفنيين او البلاي ميكر ازاي ما بيعملش الفنتات.
النهارده عبد الله اثبت لنا اهي يا كابتن بيدوهالنا تاني معلش دي حقيقه يعني خلينا نتفرج عليها. محمد عادل النهارده لا النهارده كان ليه دور جامد جدا وارسالاته المؤثره والبلوكات وفي ضربه السريع هو وكرازيمير يمكن عبد الرحمن السعودي كمان لما نزل اضاف بقى كان يريح وخبرها كرازيمير في فتره من الفترات اهو البلوك اهو بلوك نزل بقوه الضربه بقوه الضرب فعلا كانت نقطه فارقه في الشوط الثالث وانهاء المباراه لصالحنا 3-0 فمبروك للنادي الاهلي مبروك للجماهير مبروك للعيبه مبروك للجهاز الفني طبعا فعلا سعيد علينا اسعدتونا بس كابتن احمد عايز يقول حاجه كابتن احمد عايز يقول حاجه فنيه يعني ما عبد الرحمن السعودي نزل كان الرقم 6 كان اتصاب يعني كان حصل فيه بين كرازيمير لما كان ونزل ما هبش الموقف لا يعني اتخبط يعني كره مشتركه على دي بتبقى خطيره قوي بتاعت في الكره الطايره دي ومن اسباب تيجي صليبي ساعات بعد الشر اسباب يعني بتبقى سبرين انكل او حاجه زي كده ان اللاعب بيبقى نازل ممكن يخبط في اللاعب او ينزل على رجل البلوكر فده اللي حصل في الشوط الثاني ونزل عبد الرحمن سعودي يكمل وده هو لعيب بس انا عايز حضرتك تعلق لي على حاجه يا كابتن شفت احمد صلاح وهو بيتكلم بيقول احنا هناخد راحه بكره وهنبتدي من بعد بكره يعني هو خلاص كسبنا لا خلاص بقى ماضي انا بفكر في اللي جاي ما خلاص هو خلاص يعني النادي الاهلي خلاص ركب الدوري يعني ان شاء الله مش هينزل يعني خلاص يعني. لا انا بتكلم على المينتاليتي دي مينتاليتي لعيب كبير زي ده بيقول لك انا كان ممكن يقعد يفرح خلاص شايف الرأس ده اللي مشغلينه ما خدش غير دقيقتين ما خلاص وكله نزل يعمل استرتشات ويركز عندي ماتش وعندي تمرينه بعد بكره ان الدوري الدور الثاني هيشتغل على طول عندهم ماتش المؤجل والدور الثاني على طول يعني طب يا كابتن افريقيا اخبرنا ايه يا كابتن ممدوح يعني خلاص افريقيا في تونس هو يمكن اللعيبه في البدايه مركزين في ماتش الزمالك هو ده اهم حاجه بالنسبه صحيح. لهم طبعا وده هيفرق مع اي مدير فني هيقرر يشترك ولا لا البطوله خلاص تونس خدتها من 16/4 لحد 28/4 بطوله الرجال وبطوله السيدات من 16/5 ل 28/5 ممتاز. هنا هيبدا يفكر جديا ويمكن اخر اجتماع كابتن عوف عبد القادر والكابتن ياسر الرملي اجتمعوا مع اللعيبه دورهم كبير جدا في تحفيز اللاعبين عملوا جلسه واجتمعوا مع الفريق يمكن من 3-4 ايام من قبل ماتش القناه وفعلا حفزوهم وقالوا لهم انتوا الفريق اللي بترفعوا راسنا في النادي الاهلي ومستمرين في تحقيق الانجازات والالقاب يا ريت نركز الاول في نخلص ماتش الزمالك ونتاكد واكدوا عليهم ان هم ان شاء الله هيشاركوا في البطوله الافريقيه وعارضين القرار على مجلس اداره عشان ياخدوا موافقه يمكن اعتقد ان كان في اجتماع النهارده الظهر وطلع الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد الدرندالي على الماتش على طول بعد الاجتماع واعتقد ان هم كان البطوله معروضه النهارده في اجتماع المجلس اكيد لو في قرارات هنعرف اكيد من الحدث الرسمي طبعا ونتعود ان ده احنا اصحاب اللقب في البطوله السابقه اللي هي السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت ما اتعملتش فما ينفعش يكون صاحب اللقب وما يروحش نعم فاحنا متعودين الجماهير ان احنا لازم نحقق كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي سواء افريقيا او عربيه او دوري وكاس بيحققوا الرباعيه السنه اللي فاتت بطوله عربيه ودوري وكاس افريقيا ما اتلعبتش السنه دي ان شاء الله برضو البطوله العربيه اتلغت او اترحلت كورونا طبعا فاللي فاضل لنا افريقيا وكاس ربنا يوفقهم ونحقق الالقاب الثلاثه عشان دي عاده النادي الاهلي طب يا كابتن راي حضرتك في افريقيا ايه؟ هل مثلا مشاركتنا ضروره؟ هل شايف الفرقه دي باذنك يا رب تقدر بالسكواد اللي موجود ده؟ لا طبعا يعني اعتقد ان النادي الاهلي يعني افضل فرقه في افريقيا يعني كفرقه متكامله جدا واحنا كسبنا يعني اخر بطولات اللي كانت في تونس كسبناها برضو كسبناها صحيح. يعني ما نقلقش ان البطوله ما فيش قلق يعني ما فيش قلق من الفرق بتاعتنا هي القلق بقى لو قرار مجلس اداره يعني ككورونا او حاجه زي كده هو دي اللي هيبقى طبعا يعني دي ما اقدرش حد محدش يقدر يعني لكن قرار فني لا يعني قرار فني الفرقه طب كابتن استاذنك نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع المدير الفني كابتن محمد مصلحي ميدو عريس الليله اتفضل يا كريم الحمد لله مرينا بظروف صعبه طبعا بعد هزيمه بتروجيت بس الحمد لله والله الولاد دول يعني يستحقوا اكتر يعني والله العظيم حاجه مشرفه ومفرحه جدا ان انا بمرن الفرقه دي ضغوط جامده جدا يا كابتن ميدو انا مش هينفع اسيبك الاول ان ضغوط جامده جدا وانا بحييك الصراحه وانت واحد من الناس اللي بعض الناس بتهاجم وبعض الناس بتتكلم لكن احنا معانا لعيبه رجاله ومعانا مدير فني على اعلى مستوى
الضغوطات دي بتمثل ايه على كابتن ميدو، بتمثل ايه على النادي الاهلي؟ ضغط كبير جدا والله على الفرقه، يعني عليا وعلى الفرقه. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي دايما بيتطلع للمركز الاول، والحمد لله احنا ما كسفناهمش خالص وما كسفناش النادي في انا عارف طبعا. يعني يمكن يا كابتن هيثم دموع غاليه جدا على كل جمهور النادي الاهلي. كابتن ميدو مصلح الحقيقه من يعني من الناس اللي احنا بنحبها، وبصراحه يعني مش عارف اقول له ايه. طبعا انا هسيبه في اللحظه دي، لان فعلا يا كابتن هيثم يا كابتن يعني انا مش عارف مش عارف اقول ايه يا جماعه بصراحه. يعني دموع كابتن محمد مصلح ميدو غاليه علينا يا كابتن، دموع غاليه علينا، واحنا حاسين بيك وجمهور النادي الاهلي بيحبك وحاسس بيك وحاسس بمجهودك. دموع الفرحه والمكسب والنصر، دموع التعب، اتعرض لضغوطات وضغوطات كتير جدا ما اتكلمش، بيشتغل بس كابتن محمد مصلح ميدو والفرقه دي بيشتغلوا بس، ما نسمعلهمش صوت ولا تواجد في السوشيال ميديا ولا تواجد في اعلام ولا 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 ولا، هم بيردوا في الملعب بس. في الحقيقه دموعه غاليه علينا جدا، والف مليون مبروك يا كابتن محمد، بحقيقه شرفتنا واحنا كل الدعم ليك. يمكن يا كابتن الدموع دي بتيجي بعد ضغط وبعد زي ما بيقولوا يعني اكيد اتعرض لحاجه. انا برضه مستغرب ان هو يعني معاه فرقه زي كده ولازم يبقى واثق فيهم وواثق ان هو يعني مهما الفرقه تتعرض لاي مشكله او اي خساره ان هو يعني واثق في فرقته. وكابتن ميدو يعني يمكن هو من اسباب ان الفرقه ترجع للنادي الاهلي ثاني، البطولات ترجع للنادي الاهلي بعد ما تقريبا حصلت هجره جماعيه من النادي من معظم اللاعبين ومشيوا، في لعيبه سافرت، احمد وعبد الله سافروا احترفوا، وفي ناس لعيبه كده خرجت، وكان ميدو هو الموجود في النادي وهو اللي رجع ثاني اللعيبه ثاني ورجع الفرقه ورجعت البطولات معاه يعني ان شاء الله. كابتن ممدوح يمكن دموع غاليه علينا كدموع كابتن يعني زي ما تفضل كابتن احمد زكريا وقال يعني ميدو انت خلاص خبرتك عالية جدا وبقالك أكتر من سنين طويلة، سواء كنت مدرب عام مع مدربين عظماء زي كابتن أحمد زكريا وكابتن إبراهيم فخر الدين وكابتن نور عطية، وفي نفس الوقت هو تولى القيادة بقاله سنين طويلة، أكتر من 6 سنين النهاردة هو. فالمفروض أنت متعود على الضغوطات دي سواء من الجماهير او المنافسين او بعد بيبقى عارف بتفرغ طاقتك بعد المباراه. احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي فعلا خلاص احنا اتعودنا على الكلام ده وبنتحمل وخبر حضرتك اي كلام، واحنا بنرد في الملعب زي ما حضرتك تفضلت وقلت. النادي الاهلي هو ده سنه الحياه، الشجره المثمره تملي الناس بتحدفها بالطوب. لو انت الشجره مش مثمره يمكن اللي قال لي المعلومه دي الكابتن هشام بدراوي، وان احنا صغير كنت بروح اشتكي له، طب انا الناس بتقول عليا يا كابتن كذا وكذا وكذا وكذا، الناس يا كابتن قال لي بص المثمره هي اللي تفضل، فقال لي المثل ده وفعلا الواحد حطه حلقه في ودنه. اي حد النهارده دي حاجه طبيعيه، ما دام انت اللي بتلعب على البطوله الناس حواليك عايزه توقعك ازاي، فبتشوف اخبار حضرتك الطريقه اللي توقعك. صحيح كلامك يعني 100% صح يا كابتن ممدوح اسماعيل، نجم مصر ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. بشكرك والف مبروك. ربنا يخليك والله يبارك فيك، ومبروك لمجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين. وانا سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك كابتن احمد زكريا نجم كبير، ومع كابتن هيثم السعيد. نشكرك يا كابتن، شرف ليا والف مبروك، وعقبال ما نبارك على البطوله ان شاء الله. ان شاء الله متشكر يا كابتن احمد زكريا نجم منتخب مصر ونجم من النادي الاهلي، بشكرك والف مبروك. الف مبروك طبعا الفوز النهارده، ويعني حاجه يعني شرفونا النهارده بجد، الواحد سعيد ان في مستوى كره طايره في النادي الاهلي بهذا المستوى يعني. شكرا يا كابتن. اعزائي المشاهدين الف مليون مبروك، انتظرونا ان شاء الله لحظات هننتقل للاستوديو التحليلي كرة السلة مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش، ولكن من صالة الأمير عبد الله الفيصل. نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نتابع الاستوديو التحليلي أو استوديو الأبطال، ولكن بعد الفاصل.